من ضمن الأسئلة، هل أفضل إن أكمل في كلية تجارة عربي جامعة حكومي، ولا أحاول وأدرس بيزنس في جامعة خاصة زي جامعة ERU؟ أنا مش عارف إيه جامعة ERU دي، فخليني أعمل سيرش مع حضراتكم على هذا ماشي، Egyptian Russian University، جامعة مصرية الروسية. استكمل يا بني في ما تدرس وتتكلم به هذه اللغة العربية، خليك في الجامعة الحكومية اللي بتدرس فيها. أنا أهو أبرز مثال، جامعة حكومية وزي الفل اهو، الحمد لله ربنا كرم، يعني الحمد لله. فخليك فيها ما دام كملت فيها، وربنا يكتب لك اللي فيه الخير. اهم حاجه بس اهتم بيه لغتك الانجليزيه جدا، وقول يا رب ربنا يكتب لك في الخير. وعلى فكره مش بكتر الجامعات الخاصه، اعرف حد خريج جامعه الفرنسيه وقعد اولموست تقريبا سنتين في البيت، واحد تاني خريج عربي وربنا كرم، يعني الارزاق دي ومشيتها واسعه، وكل واحد ربنا بيكتب له الخير وفقا للي مقدر ليه. فبلاش، فده نصيحتي ليك، وربنا يكتب لك اللي فيه الخير، وبالتوفيق.